السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أعزائي الطلاب. هلا عنا أخذنا بعد ما أخذنا معلومات عن فيروس كورونا بجلسة دعم نفسي، هلا عنا جلسة ثانية هي عنا نشاط صغير نتعلم فيه كيفية الوقاية وغسل اليدين من هذا الفيروس. تفضلوا معنا هذا النشاط، بس ببيننا كيفية غسل اليدين بطريقة صحيحة. قبل الغسل كيف اليدين كانوا وبعد الغسل، لنبدأ معا. عندنا صنبور من المياه، عندنا يدين، وعندنا مجموعة من الجراثيم. سنبين معا كيف حال اليدين قبل الغسل وبعد الغسل. عندنا نقوم بفتح طرف الصنبور من طرف الماء، طرف الكرتونة من هون، من الجانب اليسار ومن الجانب اليمين. ندخل هذه الكرتونة، نلاحظ عندما نقوم بغسل يدينا أن الجراثيم تتجمع وتذهب وتصبح يدانا نظيفتان، وذلك بفضل الماء والصابون نحصل على أيدي نظيفة خالية من الجراثيم. إذن أهم قاعدة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، نجعل الماء يتخلل الأصابع، نغسل الإبهام بشكل جيد وذلك لمدة 20 ثانية. وهيك حبايبي الحلوين بكون خلصنا نشاطنا، مع تمنياتنا بالسلامة لجميع الطلاب. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، ودمتم بخير وفي رعاية الله. إلى اللقاء.